انطلقت صباح اليوم أعمال منتدى قمة القيادات السياسية في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث حضر وفد مجلس النواب بمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. وقد أكد الوفد البحريني المشارك أن منتدى القمة للقيادات السياسية يعد واحدا من أهم وأكبر التجمعات الهامة للنساء البرلمانيات والقيادات من مختلف دول العالم، لافتين إلى أن المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات وتنمية سبل التعاون والتوأمة في مجال تمكين المرأة في المناصب القيادية مع مختلف دول العالم والاطلاع على تجاربهم المختلفة في هذا الجانب. وأشار وفد مجلس النواب خلال المنتدى أن مملكة البحرين شهدت مشاركة مضطردة للمرأة في كافة مواقع العمل، وحققت العديد من الإنجازات في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله، وكذلك مع الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الداعم لتعزيز دور المرأة ومكانتها، بالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات ومحطات مضافة ضمن المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة البحرينية بغرفتيها النواب والشورى. بعدها قام وفد مجلس النواب بالمشاركة في الجلسات العامة للمنتدى واجتماعات الطاولة المستديرة التي تركزت على إجراءات تعزيز المجتمع من خلال أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الموضوعات المرتبطة بالمرأة ومشاركتها في مختلف المجالات والقطاعات. أن بالفعل مملكة البحرين تتبوأ من المراكز الأولى في على المستوى العالم وليس فقط الإقليمي في تقدم المرأة على مستوى التعليم أو بالنسبة للقياديات السياسيات أو بالمشاركة في جميع مختلف الأمور. وننتهز هذه الفرصة أيضا لنرى ما هو ممكن أن نستفيد منه على النطاق الإضافات إلى لجنة أنا رئيسة فيها لجنة النوعية للمرأة والطفل، ما ممكن أن احنا نستقطبه أو نقدر أن ننقله إلى مملكتنا الحبيبة. تشرفت اليوم أن أكون ضمن وفد مملكة البحرين، كوني نائب رئيس لجنة المرأة والطفل، وخلال مشاركتنا في منتدى قمة القيادات السياسيات WPL 2019 في العاصمة اليابانية بقيادة معالي السيدة فوزية زينل رئيس مجلس النواب البحريني، حيث شاركنا اليوم في حفل افتتاح المنتدى اللي ضم 300 شخصية نسوية من البرلمانات والقيادات من مختلف دول العالم.